ثمن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري موقف مصر وقيادتها السياسية وشعبها ضد العدوان الإسرائيلي على غزة ورفض تهجير أهل القطاع إلى سيناء أو تهجير الفلسطينيين إلى الأردن أو تهجيرهم داخليا. وأكد بري في حوار خاص مع الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس تحرير مجلة روز اليوسف المصرية أن مصر تصدت لمخطط تصفية القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن القاهرة تلعب دورا رئيسيا مع جميع الأطراف من أجل القضية الفلسطينية. وأضاف رئيس مجلس النواب اللبناني أن جيش الاحتلال لم ولن يحقق هدفه في قطاع غزة، وأن خسائره متعددة سياسيا واقتصاديا وعسكريا واستراتيجيا، لافتا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لمد أجل الحرب وتوسيع رقعتها وإلى توريط أطراف أخرى.